على هامش أعلى معدل. النجيب نجيب في كل شيء. هذا التلميذ زيد الحروسي صاحب أعلى معدل في البكالوريا على الصعيد الوطني بالمغرب، يتحدث اللغة العربية بطلاقة وبفصاحة نادرة، ولم يختر الحديث باللغة الفرنسية التي أعتقد أنه يتقنها. خروجه الإعلامي هذا نستنتج منه أموراً كالتالي: هذا الشاب يعتز بهويته ولغته العربية وصورته المعبرة عن توجهه ودينه. يظهر أنه شاب نشأ في أسرة ملتزمة متصالحة مع فطرتها ودينها، تتميز بحشمة ووقار وأخلاق طيبة. يبدو عليه في صورته وكلامه أثر المسجد وقراءة القرآن الكريم، فقد أرجع الفضل أولاً لله تعالى. المهم، هذه رسالة لأصحاب الإيديولوجيات المهترئة والاهتمامات الدنيئة، فزاده الله خيراً على خير. مهم، أترككم مع هذا الفيديو والسلام. تلميذ زيد الحروسي حاصل على أعلى معدل على الصعيد الوطني علوم فيزيائية خيار فرنسية، يعني والذي يعادل 19.44 من أصل 20، وهذا المعدل فهو مشرف بالنسبة لي وبالنسبة يعني لجميع أفراد أسرتي وبالنسبة للمديرية والأكاديمية يعني والمغرب ككل، وهذا راجع لفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، ثم إلى دعم أسرتي الصغيرة والكبيرة وكذا التطير طيلة 12 سنة من يعني من مشواري في التعليم الأساسي، وهذا يجعل مني فخورا بهذا الإنجاز، يعني أحس بهذه بفرحة كبيرة. طموحي إن شاء الله أن أتابع دراستي في إحدى المؤسسات المستقطبة لحاملي البكالوريا في مجال العلوم، ويعني أهم الاختيارات تبقى الطب والعلوم الزراعية والهندسة، لكن الاختيار الأبرز غير محدد للآن، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يختار لي ما فيه خير لي إن شاء الله.